متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس، معنا التواصل من خلال مواكبتنا لحدث افريقيا كاس افريقيا. مانديلا رجعت الكره، حذري من الاخطاء من امارا ديوف، هذا ابرز لاعب في تشكيله المنتخب السنغالي. امارا استدد هذه الكره مرات عاليه. لمن تابع لقاءات السنغال منذ بدايه هذه البطوله سيتفق معي على ان المغاربه للحد من خطوره اللاعب امر مهمه، وربما قد يكون نفس الامر اليوم. الكره الاماميه تعطي الدفاعيه، امارا يدخل، امارا حذري من امارا، ذلك في اللقاء النهائي ستلعب هذه الركلية. حموني بعد ذلك يقوم بزوم على الجزائر بنفس الحصة، 3 أهداف مقابلة على شيء. الكرة مغربية في اتجاه الحموني، حصل مع سعيد شيبا في ظل غياب اللاعب فؤاد حتى عبد الحميد ايت بودال حاضر، مرفوع هذه الكرة بودلي بالراس يا بودلي، رائعة. منتخبي المغرب ان شاء الله كل المستقبل ينتظر عبد الحميد ايت بودلي وكذلك بقية الاسماء. الكرة تمشي، المغربي لن يخرج عن سياق المباراة. مرة يحاول المرور، يغطي عليه بعد ذلك الناير، مرفوعة داخل منطقة الجزاء، نقول تمشي كرة على الطرف الايمن. يايا ديامي مر، يايا ديامي خطير امامي الكره، محاوله من عبد العالي او هنا معالي، نعم الكره ايت بودلي الحاضر والزان يترصد هنا. حموني يرفع الكره بالراس مقوصه، ذلك حاضر تلعب هذه الركنيه في القائمه الاول. جول 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 عبد الحميد ايت بودلي الكابيتان يسجل. عبد الحميد نعم ياتي بالهدف الاول، الركنية وهكذا كان الارتقاء وهكذا كانت الراسية وهكذا الراية المغربية في مدرجات نيلسون مانديلا. الافتتاحية براسية ايت بودلي، هكذا الارتقاء على طريقة سيري، على طريقة سيري. تذكرنا هدف المغرب امام البرتغال بنفس الطريقة، الارتقاء ذكرنا اخرى سنغالية على الطرف الايمن، لمسة وتحضير، محاولة رفع الكرة لكن عقلة على الطرف الايسر، محاولة من عمار، يرفع عمار بالراس، حمزة كوتون ممتاز، عندك المساحة ممكن ترفع، ممكن ترفع مراوغة ايمن، حطها حطها، سدد 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 هي المنتخب السنغالي، مرفوعة ترك 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 السبعينات، انطلاقة من الجهة اليمنى العرضية في وسط الميدان. حموني يلعب طولية لكن هنا بعيدة، ستلعب مقوصة هنا، مقوصة هنا، مقوصة عبد الدير، امارا ديوف، امارا ممتاز، حمزة كوتو هي المنتخب المغربي. صورة جميلة، سيرين يا سيرين يا سيرين، يعني يلحق بالتدريب على سبيل الاستئناس، عد على كورتو وزان هنا يتحصل لحسن الحظ على رسالة مرمى سيرين ديوف، ممكن هذه كرة أمامية بالراس، لازالت مغربية مغربية ولكن فيها عمر صال، العرضية وطاها بسهولة، مغربية عالية وخفاقة هنا في سماء ملعب نيلسون. هنا حموني، يلا يا الحموني، يلا يا الحموني، يرفع الحموني والحارس سيرين، بعد ذلك سيرين ديوف تبقى مغربية. الحموني عليها يا الحموني، عليها يا الحموني، عليها في عناصر المنتخب السنغالي. بعيدة بعيدة، إذا نهاية شوط المباراة الأول بتقدم حتى الآن مستحق هذا الشوط من حيث الأداء خاصة المنتخب المغربي. هل سيتولت الأولى كرة بينية داخل منطقة الجزاء، بحثه عن التسديدة، التسديدة تأثناء مباراة زامبيا. فالمنتخب المغربي لم يتلقى أهداف في كل لا شيء، تمشي كرة على الجهة اليسرى، تغطية فيها خط حراوي بنة رائعة في القرقرات، وكمل لموريتانيا وبعد للسنغال. حميد ايت بودلي في عملية التغطية للكرة الماضية، نقلة في منتصف ميدان، يا سلام يا سلام، مارشيش لارمو، برافو برافو برافو، تغطية من طرف سيف الدين. المباراة الثالثة نقلة في منتصف الميدان، هنا السلام عن طريق أمارا بن غوزيل إلى جانب الحكم الزامبيا شيكوتيتشا ديانا اللي دام عنده الكرة، أدام حنين يعطي تمرير الحموني، حموني يدخل، حموني يروغ، حموني جاب ركنية
يلعب هذه الركنية وتقطع بعد ذلك من الدفاع. رجعت مرة أخرى الحمو. الدقائق القادمة لا على مستوى التغييرات، لا على مستوى الأسلوب. هنا العرضية، خطيرة، جول جول. الدفاع يتدخل كان عبيرة، صورة معبرة، ما أحلى العلم المغربي وقميص المنتخب المغربي والجماهير المغربية بقدميه. نعم، يعرف كيف يخرج بالكرة بقدميه. وياسين بونو وبدو زاكي كذلك. كأس الأمم الإفريقية القادمة، نفخر بكم، نعتز بكم. أتي للخلف طه بن غوزيل، طه بن غوزيل. هناك عبد الحميد، معالي معالي معالي، يرفع الكرة لكن بعد ذلك المتابعة من داخل منطقتي. الجزاء بن غوزيل، بن غوزيل. المنتخبات الأربعة اللي تحت المركز الثاني وأفضل منتخب. حنين، هنا الترويض لم يكن جيد، استلام الكرة أمامية، التغطية بعد ذلك فيها صافرة، وبالتالي ضربة حرة لفائدة عن طريق حارس المرمى سيرين ديوف. سيرين يرسلها أمامية، رد بالك، رد بالك يا عبد الحميد. تردد عبد الحميد في خطأ، في خطأ في هذه الأثناء. نعم، ضربة حرة تأتي، ولدينا امتياز لفائدة المنتخب المغربي. هذه الإعادة، هذه الإعادة مرة أخرى. نعم، تدخل واضح من عمر صال في حق عبد الحميد. أمامية لمن وصلت على جهتنا اليسرى سنغالية، والدفاع يتدخل. يا سلام عليك عبد الحميد، عبد الحميد أيت بودلال والله، بيدفع ما يقوم به دفاعيا. عبد العالي أو معالي، معالي معالي، وحدة ممتازة، معالي سدد. يا سلام يا سلام عبد الحميد معالي، انا جرب حاطو يا سريه قويه، جلبت المرمى. شوف الاعاده باليسرى، جرب حاطو من هذه الوضعيه. لم تنال الدخول في العشرين دقيقه المتبقيه، ستحاول ان ترمي بكل ثقل. بن غوزيل، يا سلام يا اسد، يا سلام يا سلام. يخسر كتيبه، يخسر كتيبه. بن غوزيل يخرج يحمي كورتو، بعد ذلك يتابع. نعم، يبحث عن العوده في النتيجه. الكره اماميه بالراس، محمد امين كتيبة يبقى قريب من المدافعين. لازالت صعبة، لازالت صعبة، لازالت صعبة. طلع الكرة، طلع الكرة، خبي المغربي. هنا التسديد، مرة جانبية، مرة جانبية لعناصر منتخب السنغال داخل منطقة الجزاء. بن غوزيل، سالة يا بن غوزيل، سالة يا بن غوزيل، يتابع في نهاية المطاف. لكن يا بن غوزيل انتبه، لأنه لديك بطاقة صفراء. الحكم إذا شافك احتفظت أكثر من لزوم بالكرة. هنا قالي الآن الدقائق تمر، الكرة العالية، هنا يتابع بهدوء أيت بودلال في الكرة الماضية. هذه الإعادة من جديد، عبد العزيز فال على اللحظات. هذه الإعادة الكرة الماضية، لذلك نودي على الحكم. سيرين، طه، هذه لك يا طه، هذه لك يا طه، هذه لك يا طه. لا، التعادل في هذه اللحظات. سيرين فالو، إذا يعطي التعادل لمنتخب السنغال. هذه الإعادة، لمسة اليد التي تسببت في ركلة الجزاء، وطه اللي حاول، لكن في النهاية هذا سيرين فالو ينجح في إدراك هدف التعادل. 1-1 الآن بين طرفين، في حين سيبدا العد العكس. يستعدي تنفيذ هذه الركنية. أمارة، أمارة يرفع، أمارة، والهدف الثاني، هدف ثاني لفائدة المنتخب السنغالي. كيف رد المنتخب السنغالي من 1-0 ل2-1؟ هنا التقدير لم يكن موفق من طه بن غوزيل، وبالتالي هنا الارتقاء الرأسية بعد ذلك. مرت كذلك على حمزة كوطون مباشرة في الشباك، هدفاني.